اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه مفتاح الماضي. معاكم يوسف احمد، والنهارده نكمل مع بعض اشهر واعظم ملوك مصر ملكات مصر القديمه. وما تنسوش في كل مره على فيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وشير على قد ما تقدر. نبتدي. ملكتنا النهارده هي الملكه تاوسرت، يعني اسمها القويه، وهي فعلا ملكه قويه لعده اسباب اقول لكم. اول حاجه، هي كانت اخر ملكه في الاسره 19، وحكمت مصر مش كملكه، كملك منفرد فعلا كملك. الملكه تاوسرت هي زوجة الملك سيتي الثاني، ولما مات انتقل الحكم او العرش لابنه الملك رامسيس سابتاح، اللي غير اسمه بعد كده لمرن بتاح سابتاح، معروف دلوقتي باسم الملك سابتاح. الملك سابتاح تقدر تقول عليه كده كان ملك يعني ضعيف، عشان عنده مشاكل في الصحة وغير كده، وكان ابن الملك سيتي بس من زوجة ثانوية، عشان كده كان عايز شريك قوي في الحكم يعرف يثبت عرش مصر عليه، يعرف يثبت نفسه على عرش مصر. فاختار تاوسرت لأنها الزوجة الملكية الكبرى، وكمان من أصول مصرية، لأن ظهر أن أمه ما كانتش من أصول مصرية. عشان كده بمساعدة الملكة تاوسرت قدر يثبت شرعيته للحكم ويثبت نفسه على عرش مصر. والملكة تاوسرت كانت شريكته فعلا، واستعانت بمستشار اسمه بيع، أصوله غير معروف، ممكن يكون أجنبي، لكن ساعدها برضه في إدارة شؤون البلاد في الفترة المضطربة دي من تاريخ مصر. بيع اتقتل في العام الخامس أو الرابع من حكم سابتاح، مش معروف ليه، لكن دوره رغم انه كان مجهول شويه الا انه لعب دور في السياسه وقدر يثبت حكم سابتاح. لكن سابتاح عشان برضه مشاكله الصحيه زي ما قلنا اتوفى، وبكده الساحه فضيت قدام تاوسرت اللي خدت عرش مصر وقدرت تحكم على انها ملك بصفه ذكوريه مش كملكه، واتخذت الالقاب الكتيره اللي تدل على ده. تاوسرت لما ماتت انتهت الأسرة 19 بكل اللي بتحمل من الأمجاد والاضطرابات والانهيارات. تاوسرت كانت قوية لأنها قدرت تحكم بلد في ظروف مضطربة، حرب أهلية، نقص في المواد الغذائية وحاجات كتير غير كده، لكن برغم كده قدرت برضو إنها تحكم، مع إن ملك مصر مات وبيها المستشار هو كمان اتقتل، بس ده ما هزهاش، بالعكس تزود من عزيمتها وده فرصه انها تحكم عرش مصر كملك وتحافظ، او معنى اصح تخلي البلاد مستقره الى حين. اشوفكم في حلقه جديده، ملكه جديده، حكايه جديده.